حاضر يا معلم. ايش هذا؟ اللي بيدك مره جاي بدي اكتر. السلام. هلا خليل. هلا حبيبي، كيف حالك؟ تمام. قصدك والله. تفضل. بدي 20 ليرة دين لآخر الشهر. بس 20 ليرة؟ شو بدك فيهم؟ مزنوق بشغلي وبدي إياهم. لازم تعرف أنت لو بتاخذ المصاري عشان تصرف على أهلك وبيتك كان بعطيك، بس أنت مشكلتك بتاخذ المصاري بتصرفهم على إشي تافه. تقعدش تفلسف علي وتعطيني مناظرات ومحاضرات. معك أعطيني، ما معك خليني أروح. لا ما معي. طيب يسلموا يا سالم. هلا خليل. جد انك صاحب مقدع وكفاءة وميمي. بدي اسألك سؤال. انت متى بدك تبطل المشي تبعك هذا؟ انا ما بدي ابطل، انا هيك عجبني حالي، انا مبسوط ومكيف ومزهزه. طيب اسمعني وبحذرك لاخر مرة، اذا بدك تضلك ماشي بهاي الطريق اقسم بالله لبلغ عنك واحبسك. سالم بفرمك. شو بتهددني؟ احسبها زي ما بدك تحسبها. خلص خلص هدي حالك. هد بدك يا بس ماشي. بدي مصاري. منين اجيب لك مصاري؟ ما دبر حالك، بدي مصاري. بحكي لك معيش، منين اجيب لك مصاري؟ لما بدي مصاري يعني منين اجيب؟ روح اطلع برا روح. يما يعني انت فيش غيرك بعطيني بس اكثر من واحد، اجيب لك مصاري. كل ما بيجوا عندي ينصت له بصور وبضحك. مساء الخير. عليك. شو زي كل مرة؟ زي كل مرة معلم. والمصاري؟ زي كل مرة يا باشا. بزبطش معي. معلم مشيها. اللي معوش ما بلزموش. اللي معوش ما بلزموش. معلم مالك قلبت علي زي هيك؟ أعطيني بلاش آخذ غصب عنك، ترى المكتب بستنى فيك. هيك صارت؟ هات. ورجيني شو وجهك. ماشي. سكر الباب ورا. بدي اسوي لك فيه. سلام سيدي. روح اسمع. ما خليت نوع مخدرات
صوت إلا بعته، ما خليت ضعيف شخصية إلا قنعته، المهم عبي الجيب مصاري إن شاء الله مرده، كل راس فيهم عبارة عن دينار ربحته. حبيبي أنا الجوكر المدمر، بخليك متوهم عايش متفرهل. حبيبي أنا الجوكر المسيطر، ما بخليك تفكر بذلك وبفنجر. ما عنديش بعد الإدمان إلا القتل، ما إليش إذا غيرتك من رجل لندل، ما عنديش بالقاموس كلمة عدل، الوساخة لعبتي ببلش من الفجر. ها هيني بقول لك تقربش علي، ها بعد ما فوت اللوان تصير زي حشرة نفرة ما إلك قيمة، عديم الإحساس ما تنتمي للناس الشريفة. بقولك تعال جربني، عمرك ما رح تتركني، حياتك صارت ملكي ومستقبلك إدمان. بقولك تعال جربني، عمرك ما رح تتركني، حياتك صارت ملكي ومستقبلك ضمان. مع إني صناعي مش أصلي بضاهي، أي نوع قدامي ما طلعش اللي زيي، بخليك تعبدني بسمك تشكرني، بذلك ترجعلي ما بتقدر تبعد عني، بعيشك بخوف دائم بخليك متشائم، الرشفة ما بتسيبك حتى لو كنت نايم، بالنسبة إلي جاهل حتى لو كنت عالم، شو بتهيالك تجربني والله ما أنا فاهم، بس ما عليك جربني مرة وأنا بوعدك راح تعيد الكرة، راح تصير زبوني وأحلى شرة، عيشتك معاي طعمتها مرة. نصيحة لا تبيعني حالك، ما فيش ترجيع، اسمعني ببيعك ابنك لو كان رضيع، فأجل وقت تصحى وتقاوم الريح، ارمي الجوكر من الشد بتصير منيح. بقولك تعال جربني، عمرك